باركت الفصائل الفلسطينية للحركة الأسيرة انتصارها على مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد موافقة الأخيرة على تلبية مطالب الأسرى التي خاضوا من أجلها إضرابا مفتوحا عن الطعام، فيما طالبت مؤسسات حقوقية بسرعة انعقاد سبعة أسرى أو بسرعة إنقاذ سبعة أسرى إداريين ما زالوا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. بعد أكثر من أسبوع على خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام، أعلن عشرات الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تعليق إضرابهم بعد تلبية مطالبهم، والتي كان أبرزها رفع الإجراءات العقابية التي فرضت عليهم مؤخرا. الاتفاق كان حول نقطتين مهمتين أو أساسيتين، هو إعادة الأمور ما كانت عليه قبل السادس من الشهر الماضي بعد أي قبل عملية انتزاع الحرية، وهو الثاني المطلب الثاني خروج الأسرى جميعهم المعزولين إضافة إلى الغرامات المالية. الفصائل الفلسطينية وصفت تراجع مصلحة سجون الاحتلال عن إجراءاتها بالنصر المهم للحركة الأسيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعمل على إطلاق سراحهم بمختلف الطرق. نوجه التحية والشكر لكل الذين وقفوا إلى جانب أسرانا ولأبناء شعبنا الذين ساندوا الأسرى شعبيا وإعلاميا وسياسيا، وللإخوة في جمهورية مصر العربية الذين تابعوا الاتصالات طوال الوقت مع قيادة الحركة وبذلوا جهدا كبيرا في دعم مطالب الأسرى. إنهاء ما يقرب من 250 أسيرا إضرابهم عن الطعام يأتي في وقت يواصل فيه سبعة أسرى إداريين إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، منهم من تجاوز إضرابه الثلاثة أشهر، فيما حذرت مؤسسات مناصرة الأسرى من وضعهم الصحي. هذا الإضراب الفردي هو يعني يطول مدى وتستفرد مصلحة الجون والشباك الإسرائيلي بهؤلاء الأبطال، إلا أن هناك عزيمة لدى هؤلاء الأبطال بعد أن يعني خاضوا هذه المعركة سيكسروا مصلحة الجون والشباك الإسرائيلي ويكون هناك إنجاز، لأنه التجارب أثبتت بأن جميع الأسرى الذين خاضوا هذه المعركة وخاصة الإضرابات الفردية انتصروا على مصلحة الجون والشباك الإسرائيلي. وكانت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت إجراءات عقابية على الأسرى في أعقاب تمكن ستة أسرى من حفر نفق ومغادرة سجن جلبوع الشهر الماضي، مما خلق حالة احتقان داخل السجون وصلت حد الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام. تعليق الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد تلبية سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم رأت فيه الفصائل الفلسطينية خطوة مهمة على طريق انتزاع حقوقهم داخل الأسر حتى نيل حريتهم. باسل عطار، المملكة، قطاع غزة. بالتزامن مع أجواء النصر في معركة الأمعاء الخاوية، كشفت مصادر مصرية رفيعة عن تطورات إيجابية طرأت على ملف صفقة تبادل الأسرى المنتظرة بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي. للمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة دكتور طارق فهمي. دكتور مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. هل فعليا دكتور برأيك ما زالت صفقة الأسرى قريبة التطبيق؟ بالفعل يعني هي في مراحلها النهائية وأوشكت بالفعل على التنفيذ. هناك بعض التحفظات فقط من قبل الحكومة الإسرائيلية على بعض الأسماء، لكن هذه أمور إجرائية كما تعلم حضرتك، وسبق أن تقررت في صفقة جلعاد شليت الشهيرة، لكن يقينا أن هذه القائمة النهائية لا تضم القيادات البارزة التي سبق أن أعلن عنها، منها مروان أو أحمد سعدات أو بعض الشخصيات في الدول الديمقراطية، لن تشمل هذه الأسماء. الحديث هنا عن صفقة المرة الواحدة، لن تكون هناك مراحل نهائية، وتمسكت حركة حماس بهذا الإطار. اليوم الأمر معروض بطبيعة الحال على مؤسسات حماس برغم كان وجودهم يعني حماس الداخل والمكتب السياسي وفي الأقاليم كانوا جميعا في القاهرة خلال الأيام الأخيرة، لكن نعم. بطبيعة الحال القرار سيأخذ بعض الوقت، لكن الصفقة أوشكت بالفعل على
يعني الانتهاء، كلها أمور إجرائية ليس أكثر حقا. نعم، واسمح لي هنا بالسؤال دكتور، لأن هذه هي المرة الثانية التي يعني تطلعنا فيها على هذه التفاصيل، وبأن الصفقة قاربت على التطبيق والانتهاء من كامل تفاصيلها. اسمح لي هنا بالسؤال، ما الذي يدلل على أن الصفقة قريبة التطبيق؟ أمرين. الأمر الأول هو قبول حركة حماس بعدم الترابط ما بين ملف الأسرى وملفات أخرى، وهو كان مطلب حماس ومطلب الحكومة الإسرائيلية في مشروع الإعمار وفي مشروع تقديم الإجراءات والتسهيلات الداخلية. الأمر الآخر هو طلب الحكومة الإسرائيلية من خلال الوفد التفاوضي هو إتمام الاتفاق على مرحلتين، وأن يكون قريبا، بمعنى أنه لا يأخذ وقت طويل مثلما جرى في صفقة جلعاد شريت. الآن الحديث عن صفقة واحدة تشمل كل هذه الأسماء المعروضة ليست بالمعايير القديمة أو من كانت تلطخت أيديهم بالدماء لحد المصطلح الإسرائيلي. اليوم أعتقد أن هناك تجاوب كبير، الحكومة الإسرائيلية تدرك جيدا أنه إتمام الصفقة سيرفع من أسهمها أمام الجمهور الإسرائيلي، وفي مزايا كثيرة حاولت القاهرة أن تنقلها بطبيعة الحال للحكومة الإسرائيلية، إضافة للقائمة التحفيزية التي منحتها مصر لإسرائيل، والتي بدأت باستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي فيتالي بنيت في القاهرة، وهناك أيضا وعود بتطوير وتنمية العلاقات المصرية الإسرائيلية في هذا الاتجاه. إذن القاهرة تتحرك في أكثر من اتجاه، والقضية ليست مسألة فقط كما يتصور البعض، لكن بالفعل لا توجد مشكلات حقيقية الآن أمام إتمام الصفقة. كم عدد الإسرائيليين الذين سوف تطلقهم حماس في هذه الصفقة؟ هل تم الحديث عن أرقام؟ 4 حضرتك، وليس الحديث عن أسماء أخرى أو جسامين كما تردد، الحديث عن 4 أشخاص. طلبت الحكومة الإسرائيلية من مصر يعني إجراءات مباشرة للتعرف على الأسماء المباشرة والتعرف على وجودهم بالفعل داخل غزة أو خارجها. طبعا القاهرة قامت بهذا الإجراء مثلما فعلت أيام جلعاد شريت، ونقلت رسالة مهمة، وتيقن الجانب الإسرائيلي أن الأمور يعني تمضي في إطارها الجيد، وبالتالي هناك الآن إجراءات بناء ثقة تبنى بين الطرفين من خلال الوسيط المصري. كما أحب أن أضيف أنه لم يدخل الوسيط الألماني كما تردد في الإعلام الإسرائيلي هذه التكهنات، لم يحدث أن تدخل الوسيط الألماني خلال الأيام الأخيرة، اقتصرت على التدخلات المصرية. التدخلات المصرية مباشرة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات التي كانت قريبة من صفقة جلعاد شريت، وإضافة إلى الفريق الفني المفاوض من قبل حركة حماس، وكانوا موجودين في القاهرة، وكانت هناك اتصالات أيضا موازية مع الفريق التفاوضي من جانب الحكومة الإسرائيلية. نعم دكتور، يعني إذا سلمنا بما تفضلت به حضرتك قبل قليل، عند الحديث مع الجانب المقرب من حركة حماس نسمع بأن هناك حديث عن بعد هذه الصفقة وليست قريبة من العام الحالي وحتى في العام القادم، لماذا برأيك يمكن أن يلجأ المقربون من حركة حماس لمثل هذا النفي؟ يعني سيدي حضرتك تتحدث عن أكثر من تيار داخل حركة حماس، القاهرة نجحت في استحضار كل مؤسسات حماس بكل الشخصيات الكبيرة في الحركة في الداخل وفي المكتب السياسي وفي الأقاليم لتوحيد الموقف تجاه القضايا المختلفة، وليس فقط تجاه إتمام صفقة تنفيذ الأسرى، لكن هناك أطراف غير راغبة في إتمام هذا الأمر. لكن أؤكد لحضرتك أن الجناح العسكري هو الذي سيوقع الصفقة وسينفذها بصورة مباشرة، ليس للمستوى السياسي قرار في هذا الملف، يدار بصورة مباشرة من قبل الجناح العسكري والكتائب أي الشخصيات الميدانية صاحبة الرأي الأول والأخير في هذا القرار، وليس المستوى السياسي. التصريحات التي تطلق من آن لآخر خلال الأيام الأخيرة بشخصيات سياسية ليست أصلا معنية بإتمام هذه الصفقة، هناك حسابات يجب أن نعترف بها داخل الصفقة، لكن أؤكد لحضرتك وفق معلوماتي أن الجناح العسكري هو من يدير لإتمام الصفقة وليس أي وجوه سياسية سواء لا في المكتب السياسي أو في داخل قطاع غزة نفسه.
نعم، من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة دكتور طارق فهمي، شكرا جزيلا لك. بالتزامن مع أجواء النصر في معركة الأمعاء الخاوية، مصادر مصرية رفيعة كشفت عن تطورات إيجابية طرأت على ملف صفقة تبادل الأسرى المنتظرة بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي. أرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الدجاني معنا مباشرة من غزة. أستاذ حسام، هل فعلا اقتربت صفقة تبادل الأسرى؟ يعني مساء الخير. في تقديري ما زال هناك وقت، صحيح أن المفاوضات تجري وأن الحوارات والضغوط على دولة الاحتلال على قدم وساق تقودها القاهرة وأطراف دولية أخرى، ولكن حتى اللحظة واضح أن الحكومة الإسرائيلية تتعنت، تريد أن تقدم تنازلات بالنسبة للأعداد، ولكنها ترفض أن تقدم تنازلات فيما يتعلق بالنوع، أي بمعنى أسرى المؤبدات التي تصفهم إسرائيل بأن أيديهم ملطخة بالدماء الإسرائيلية، وهذا بالتأكيد مرفوض بالنسبة للمقاومة. لذلك لا نستطيع أن نقول أن المعلومات المتوفرة لدينا أن المفاوضات قد تصل إلى نهايتها قريبا، ولكن هذا يتوقف على حجم ضغوط المجتمع الإسرائيلي على حكومة بنت من أجل أن تستجيب لمطالب المقاومة ومطالب الوسيط المصري التي يحملها للاحتلال الإسرائيلي. حتى اللحظة لا يوجد أي ما يلوح بالأفق أننا على أبواب صفقة تبادل، ولكن هذا لا ينفي وجود جهود كبيرة ومفاوضات ماراثونية وأدوار غير مصرية أيضا تلعب في هذا الملف من أجل أن تحرز تقدما فيه. من هي هذه الأدوار غير المصرية؟ يعني الأمم المتحدة، قطر، النرويج تلعب دورا مهما، في فترة ما كانت روسيا، وفي فترات سابقة كانت ألمانيا. لذلك هناك جهود عديدة تلعب دورا في أن تدفع هذا الملف، انطلاقا من قناعة راسخة أن التقدم في هذا الملف قد يساهم في الذهاب إلى ملفات أخرى، لا سيما ملف الهدنة طويلة الأمد التي بموجبها يرفع الحصار عن قطاع غزة وتفكك الأزمة الإنسانية التي يريد لها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تتفكك فعلا، ولكن تعنت الاحتلال بوضع شروط الإفراج عن الجنود الإسرائيليين لدى حركة حماس شرطا أوليا وأساسيا في البدء في هذا الملف. لذلك إسرائيل تحاول أن تستغل وتبتز حركة حماس من خلال التلكؤ، وأعتقد أنه ونحن في الذكرى العاشرة لصفقة شاليط، أعتقد أنه الحراك المجتمع الإسرائيلي هو السبب المباشر الذي لا يمنح بنت وحكومة بنت أي مساحة لأن تذهب باتجاه اتخاذ قرار. نعم أستاذ حسام، اسمح لي هنا بسؤال أخير. ما هي الشروط التي لن تتخلى عنها حركة حماس لإتمام هذه الصفقة برأيك؟ حماس تريد صفقة تلبي تطلعات الأمة العربية. اليوم إسماعيل هنية رد على النائب في البرلمان الأردني خالد العطية متحدثا أن الأسرى 20 أو 21 أسير أردني سيكون للأسرى العرب مكانة في هذه الصفقة، بغض النظر عن العدد الذي من المحتمل أن تتضمن الصفقة. أيضا فلسطينية 48 والقدس، وبذلك تريد صفقة ذات بعد سياسي، وأيضا صفقة تلبي تطلعات شعبنا بالإفراج عن المؤبدات الكبيرة، عن القادة مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة. لذلك هناك شروط عديدة تضعها المقاومة. بنت يريد أن يكون هناك مساحة بالضغط عليه من قبل المجتمع الإسرائيلي حتى يستطيع ويذهب باتجاه هذه الصفقة. هذا الضغط واضح أنه حتى اللحظة لا يرتقي إلى درجة أن تتخذ هذه الحكومة الضعيفة قرارا بشأن هذه الصفقة. نعم، من غزة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الدجني، شكرا جزيلا لك.